قلت مش انا لو فيريرا ما جددش في مدرب مصري اخر مرشح. خلاص يا بيه، في مدرب مصري محترم. مين الترشيحات؟ نعم، مين الترشيحات؟ لا، هو مرشح واحد، كابتن حلمي طولان ولا كابتن حسن شحاته ولا مين؟ هو واحد بيبدا برضو بحرف الحاء. ما هو حسن شحاته وحلمي طولان. خلاص انت اقعد بقى اعمل شوف انا مين. انا بقى مين؟ انا مين؟ لكن الاخ الثاني ده اللي اخطا من غير مناسبه، اللي احنا احتضرناه، اللي من لاعب جبناه ولعب تاني في الزمالك وبعدين مدرب تاني في الزمالك ومدير فني وكبرناه، ما ينفعش يغلط في رئيس نادي الزمالك عشان لاعب غلط في حق مصر. لكن انت عارف يا كريم، اي حد يعني، انا عايز اقول لك ان في ولد بيقل ادب على الزمالك، مش ولد، اسف، اسمها شاديه، دي بتقل ادب على الزمالك. خلاص، باختصار شديد، في ناس مسؤولين عن المؤسسه الاعلاميه دي، تم الحوار معاهم، ان شاء الله خير باذن الله مع هذا الولد او هذه الحلوه الجميله اسمها شادي. تمام، انت اغلط في حكم ولا حكم يغلط فيك ابقى معاك، انما واحد زي ما قلت لك يا كريم بيغلط في مصر كلها، في وطن. أيوة. وبعدين جيشك عمال يموت هناك ويستشهد عشان يحميك. ها، مش عاجبك السيسي اشرب من البحر. وبعدين عمل لي مشكله طبعا من الاخوه النوبيين، لان انا ما اعرفش ان هو نوبي، واخد بالك؟ وكل طبعا الاخوه النوبيين كان عندهم حساسيه شديده. وكلمني اسماعيل يوسف ومحمد منير والاخ اعتقد اسمه الدكتور صالح، رئيس النادي النوبي. وانا بقول تاني باكد، ناس محترمه وناس محترمين جدا، النوبيين محترمين وما حصل لهم مشكله اسوان، جول المكتب وشرفوني، وناس محترمه وناس مؤدبه. اما الثلاثه اربعه السفله اللي بيعطوا رسائل بيسيئوا للنوبيين، عايز اقول لهم اللي بيشتم انا بعام على طول. طيب، اعرف اجيبك. انما الشعب، مش عايز اقول شعب النوبه، عايز اقول اهلنا في النوبه ناس محترمه جدا 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 وفوق دماغنا، ومفيش حساسيه اصلا. انت عارف تاني بقول اهو يا جماعه، شيلوا الحساسيه. رئيس جمهوريه مصر في يوم من الايام المشير طنطاوي الزملكاوي نوبي. محمد منير اعظم مطرب زي عبد الحليم حافظ كده في تاريخ مصر نوبي. خلاص، اسماعيل يوسف وابراهيم يوسف عاملين مجمع ملاعب باسمهم نوبي. عبد الفضيل طه الراجل الاعلامي الجميل المحترم الله يرحمه نوبي. فبلاش الحساسيه دي. احمد الكاس ناس نوبي، واخد بالك؟ نوبي ناس محترمه وطيبين، مش عايزين الناس تحط. طيب، سؤال بقى خبيث كده مني واستحملني شويه. هل حضرتك يعني كابتن حلمي طولان رفع قضيه ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه، وحضرتك اللي يعني هتكون محامي كابتن حلمي طولان؟ والله هو حلمي طولان شرفه. السؤال بقى، السؤال الخبيث، هل هتبقى الـ 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 القضيه دي ورقه ضغط على نادي سموحه عشان يسيبوا ابراهيم عبد الخالق للزمالك؟ لا بالعكس والله. اولا فرج ابي عامر صديق عزيز، وعمري لما رحت اسكندريه انا لازم اروح اكل عنده في البيت، نتعشى عنده في بيته، لان في صداقه بيني وبينه. وانا احاول بقدر المستطاع ان احنا نعيد علاقاتنا، لكن انا متفق على ابراهيم عبد الخالق، واخد بالك؟ لما اتفقنا على ياسر اعارته للنادي سموح، فمفيش مشكله اصلا. بقول تاني، انبيا مفيش مشكله نهائي. صالح جمعه بعت فاكس امبارح من نادي الزمالك، اي عرض للنادي. صالح جمعه؟ اي، اسمه صالح جمعه ولا اسمه صالح ايه؟ صالح جمعه بتاع الاهلي؟ اللي هو بتاع انبي اللي هيروح الاهلي ولا ايه؟ راح عرض امبارح من نادي الزمالك. الزمالك لانبي؟ اي عرض هيقدمه الاهلي او غير الاهلي للزمالك بيزود عليه مليون جنيه. وما اعتقدش الناس في انبي عندهم استعداد يهدروا مال عام. انا بزود مليون جنيه على اي عرض يروح، واخد بالك؟ وده بقى شراء وبيع. تمام. بالنسبه لايفونا، طبعا انت عارف ان سعر وصل دلوقتي 2 مليون و200 الف دولار للنادي بتاعه، يعني حوالي كام؟ 25 مليون ولا 10 بكام؟ اكتر. في لسه كنت بتكلم، الولد هيدوا له 1 مليون و200 الف دولار، يعني برضه هياخد حاجه. يعني كل الكلام دون. وبعدين طبعا انا كنت عايز اجيب الولد، لكن الممنوع بس حجز، واخد بالك؟ على الفلوس زي انت عارف في الفتره اللي فاتت دي. لكن انا بقول انا ما اقدرش اجيب لاعب 40 مليون جنيه. ليه بقى؟ لان انا عندي ايمن، لان انا عندي ايمن حفنة. احرف لاعب في مصر مليون و300، ده احرف لاعب في البلد دي كلها بياخد مليون و300. انا عندي علي جبر بياخد مليون و300 ولا مليون و400، اجيب انا لاعب 40 مليون قد اللي في الملعب كله؟ يا نهار ابيض، ده تريزيع يولع فيهم، ده تريزيع يولع فيهم، ورمضان صبحي هيولع وكل. ما هو كده، انت عارف رمضان صبحي بياخد كام؟ 300 الف. 300 الف جنيه اجيب لاعب. رمضان صبحي ده اقسم بالله العظيم قده 100 مره 100 مره، اجيبه ب 40 مليون؟ ده جنون. انا الحمد لله عائل يا كريم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقال تصريحات مهمه جدا في مواضيع كتير جدا.